السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى لقاء جديد في حديث الصحافة، نتابع فيه أبرز عناوين الصحافة المحلية والدولية، والبداية من صحيفة الجمهورية. رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وجهاز الدولة المدنية. الحكومة تبحث شراء فائض الكهرباء المولدة بالمياه من أثيوبيا. 4 أسر من أبيان تطالب الإفراج عن أبنائها المعتقلين لدى أنصار الشريعة. 10 السجناء في رداع يضربون عن الطعام احتجاجا على تردي أوضاعهم. اليونسكو توافق على إبقاء صنعاء القديمة وزبيد في قائمة التراث العالمي. صحيفة أخبار اليوم. تقرير الأمن والجيش يوصي بمنع الرئيس تعيين أقاربه في المناصب القيادية. السفير الأمريكي: اليمنيون على موعد لانتخابات رئيس جديد والجرعة لابد منها. تعز: مداهمة مخزن للتهريب واشتباكات بين الأمن ومسلحين تسفر عن قتيل. أمن عدن يضبط شخصا هاجم جنود نقطة كيلتكس وعددا من قطع السلاح بالمنصورة. صنعاء ترفض اعتماد سفير جديد لطهران بسبب الدعم الإيراني للحراك الحوثي. صحيفة يمن فوكس. تعزيزات عسكرية يمنية أمريكية لمطاردة عناصر القاعدة في حضرموت. السفير الأمريكي يدعو الحكومة إلى استعادة الأسلحة التي بحوزة صالح. قوات مكافحة الإرهاب توقف حركة الطيران في مطار ريان بالمكلا. صحيفة المصدر. اختطاف قرابة 400 أجنبي منذ العام 1993 في 160 حادثة آخرها صحفية هولندية وزوجها. قوات من اللواء 35 مدرع تودعهم مخزنا لتهريب الأسلحة والمبيدات السامة في ذباب. حملة عسكرية تطوق مواقع المخربين في مأرب واعتداء جديد في الدمشقية. في المواقع الإلكترونية والإخبارية نستعرض العناوين التالية. الصحونت. نائب رئيس إعلامية الإصلاح يدعو الحكومة لنشر معايير وانتماءات المعينين في الوظائف. إحالة التقرير النهائي حول جذور القضية الجنوبية للجنة التوافق بعد رفض المؤتمر لمحتواها. توكل كرمان تدعو لإطلاق سراح صحفية هولندية وزوجها مختطفين منذ 4 أيام بصنعاء. مارب برس. إشهار هيئة جنوبية للإفتاء بحضرموت بعد أيام من الحديث عن محاولة البيض استثمار الورقة الدينية لصالحه. توجهات حكومية لرفع المشتقات النفطية إلى 20% في شهر رمضان. الأهالينت. العثور على خبير بريطاني متوفيا بأحد فنادق صنعاء. خسروف يعلن اعتزال الرياضة التي لا تؤكل عيش. في الصحافة العربية نتابع أبرز العناوين المهتمة بالشأن اليمني. الدستور المصرية. رئيس اليمن يدعو الروحاني إلى تصحيح مسار العلاقة بين البلدين. السياسة الكويتية. انقسام داخل مؤتمر الحوار بشأن مشاركة العسكر في الانتخابات. هادي: لا يمكن بناء اليمن الجديد إذا استمر الفساد المالي والإداري. ولتسليط الضوء على هذه العناوين معنا في الاستوديو الزميل الأستاذ الصحفي أحمد شبح رئيس تحرير صحيفة الأهلي، مرحبا بك. البداية من اللقاء الموسع الذي عقده الرئيس بقيادات القوات المسلحة. طبعا كان ملاحظ الطابع العام أو العنوان العام لهذا اللقاء هو التدشين للزي الجديد، وتحدث الرئيس عن موضوع الهيكلة والولاء وتحدث عن الجيش ما قبل الثورة وما بعدها. هل الجيش مشكلة الجيش تقتصر في الزي أم أن هناك أكثر؟ هو جرى هيكلة الجيش على مستوى القيادات، وأعتقد أن الزي العسكري الموحد كان
أحد أجندات هذه الهيكلة، لأنه كان هناك أكثر من زي لكل الوحدات العسكرية. لكن الهيكلة هي قد تمت الآن، حدثت في الرأس، لكنها لم تحدث وفقا لما قال الرئيس هادي، لم تحدث على مستوى القواعد أو مستوى الضباط والجنود. وهناك بعض الإشكاليات لا تزال قائمة. و القرارات التي قد اتخذت هي قرارات إيجابية، لكنها تحتاج إلى تنفيذ على أمر الواقع ومتابعة تنفيذها. هي تحتاج إلى القرارات المكملة، وتحتاج إلى تسريع تنفيذها قبل الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني. لكن السؤال الذي يضع نفسه، هل سنقتصر على تغيير القيادات وغيرها، أم أن هناك خلل في البنية العسكرية يعني طيلة 33 عام؟ ما الذي يحتاجه الجيش حتى يصبح كيانا وجيشا وطنيا؟ القوات المسلحة، القوات الدفاعية وبشكل عام، جرى تدميرها خلال عقود، وتم تهيئة وتشجيع وبناء وحدات عسكرية على حساب الوحدات الأخرى، حتى وصل الأمر إلى صراع داخل القوات المسلحة، وكل وحدات عسكرية تتبع قائدها. لكن الأمر المهم الآن هو القرارات التي اقتصرت، يعني الآن أحدثت هيكلة على مستوى القيادات. هناك جانب مهم في على مستوى الجيش، إذا كان الزي العسكري هذا شيء إيجابي قد بدأ توحيده، مع أننا نستغرب أنه وزير الدفاع سارع إلى تنفيذ قرار الرئيس بتوحيد الزي العسكري. لكن هناك الجانب الهيكلية المالية داخل الجيش، داخل موازنة وزارة الدفاع، الموازنة الهائلة والكم الهائل. هذا يعيدنا إلى الحديث عن 100,000 جندي وهمي. أين ذهبوا هؤلاء؟ لماذا لم يتم تصحيحهم؟ ما سبب عرقلة توجيهات الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة باعتماد نظام البصمة والصورة؟ قال منذ الأسبوع القادم، ومضى الآن عليها أكثر من شهر. هذه هي التي توفر للقادة، وأصبحت بوابة رئيسية للفساد داخل الجيش، وبالتالي الاحتفاظ بالنفوذ داخل الجيش عبر هذه الجنود الوهميين وغيرها من أشكال الفساد. هل ترى أن لا زالت تلك القوائم الوهمية يعني تعود إلى رؤوس النظام السابق التي كانت تمسك بزمام الجيش؟ أعتقد أنها تصب في أرصدة أخرى جديدة. هذا تصريح خطير. طبعا في أثناء اللقاء أكد الرئيس على أن ثمة جهاز آخر بحاجة إلى هيكلة عميقة، وهو الجهاز المدني. الرئيس ربما كان يتحدث عن المؤسسة الاقتصادية، عن هيكلة الاقتصاد. هو قد تم خلال الفترة الماضية اتخاذ كثير من القرارات حول تعيينات جديدة وتغييرات وإقالة بقايا عائلة صالح من المؤسسات الاقتصادية الإيرادية التي كانت أهم، منها الخطوط الجوية اليمنية، المؤسسة الاقتصادية اليمنية، شركة التبغ والكبريت، الموانئ البحر، شركة النفط. هو يتحدث عن هذه المؤسسات الإيرادية التي ينخر فيها الفساد بشكل كبير. يعني خلال سنوات كان بمثابة فرص كبيرة لعائلة صالح لتقاسمها وإثراء رصدتهم المالية. هو أعتقد أن الرئيس يرى أنه تغيير قيادتها القيادات في هيكلة الجيش، وهو أثنى على بعض القيادات العسكرية، هو يريد أن ينتقل الآن إلى الخطوة الأخرى وهي هامة بشكل عام، تتحدث عن المؤسسة الاقتصادية، عن هيكلة الثروة بمعنى أصح. يعني طبعا في موضوع آخر ولكن قريب من الرئاسة، يعني لماذا طبعا هناك أنباء عن رفض الرئيس استقبال السفير الإيراني المنتهي ولايته، ما هي الرسالة التي يريد أن يبعثها الرئيس لإيران من خلال ذلك العمل؟ أعتقد أن وفقا لما قال الرئيس في اللقاء، أنه في التهنئة التي بعثها بها إلى الرئيس الإيراني الجديد، قال أن هناك شوائب أو مشاكل أثرت على العلاقات اليمنية الإيرانية على المستوى الحكومي. هذا يعيد إلينا تصريحات الرئيس هادي التي قبل أشهر عن صفقات الأسلحة وشحنات الأسلحة التي كانت ترسلها إيران إلى اليمن، ودعمها لتيار معين على حساب علاقاتها التي يفترض أن تكون علاقات قائمة على عدم التدخل في شؤون الآخرين، أن تكون علاقة أخوية مع الشعب اليمني ومع الدولة اليمنية،
وليس معها جماعات مسلحة في شمال الشمال وفي الجنوب. وأعتقد أن تهنئة الرئيس هادي لروحاني قد تكون عبارة عن أن هناك حرص من القيادة السياسية اليمنية على أن تكون العلاقات اليمنية الإيرانية علاقات إيجابية قائمة على هذه المعايير. وعدم يعني باسندو رئيس مجلس الوزراء هو أكد على هذا الموضوع في خلال لقائه بالسفير الإيراني السابق خلال انتهاء فترة عمله. لكن هناك في المقابل هناك أنباء أخرى عن رفض اليمن استقبال سفير جديد لإيران. لم يصدر أي تصريح رسمي بهذا الخصوص، وبالتالي لا نستطيع التعليق على معلومة قد تحتمل الصواب والخطأ. ننتقل إلى مجلس النواب. ما زال طبعا قبل مجلس النواب ذكرت صحيفة الأهالي في إصدارها اليوم أن ثمة مخاطر على حياة الرئيس. صحيح، هو خلال الفترة الأخيرة قيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام مقربة من محسوبة على علي صالح صعدت من تصريحاتها وبدأت تتحدث عن الحياة الشخصية للرئيس هادي. بدأ عبد الجندي هو الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني يتحدث عن احتمالية محاولة اغتيال، يعني بدأ يلمح إلى أن هناك احتمال لاغتيال الرئيس هادي وهو الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام. وكذلك ياسر العواضي القيادي ياسر العواضي كان قد اتهم الرئيس هادي صراحة بالوقوف وراء حادثة النهدين، بالإضافة إلى أن البركاني يتحدث عن الشرايين. قرب انتهاء شرايين الرئيس هادي وقال أنها ستنتهي قريبا وحددت 6 أشهر. حتى هذه الأحاديث هي تأتي من قيادات مسؤولة في حزب المؤتمر الشعبي العام وهي تثير القلق وتعبر عن وموالية أيضا لعلي صالح. نعم، وتثير القلق أنه قيادات مؤتمرية على مستوى الهرم الأعلى توجه سهامها أو تعلن الحرب بمعنى أصح على أمين عام المؤتمر الشعبي العام والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، فضلا عن هذا هو رئيس جمهورية. هذه الأحاديث نحن نعتقد أنها لا تأتي من فراغ، ليست هراء كما عرفنا عن ناطق المؤتمر عبد الجندي أنه يتحدث للتهريج. عندما تتوالى الأحاديث حول هذا الموضوع وهناك يعني بمعنى أن هناك قد أعلن صراحة خلال الفترة الماضية أن صالح يخط أن هناك مخطط لإسقاط الرئيس هادي وحكومة الوفاق عبر الكتلة البرلمانية. طيب، تجاه كل تلك التهديدات والتلميحات والإشارات على يعني تجاه الرئيس، ما الذي يجب على الرئيس هادي فعله تجاه تلك المخاطر التي يمكن أن تدخل اليمن في نفق مظلم؟ هو باستمرار الصراع على رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام، وهذا إلى الآن لم يحسم. هذا هو السبب في وراء كل هذه وراء كل ما يحدث الآن. فأعتقد أنه أفضل حل أنه يتم إنهاء الصراع، حسم الصراع داخل على رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام، أن على الرئيس هادي أن يختار طريقها. إذا كان يستطيع أن يصل إلى رئاسة حزب المؤتمر فليصل، وإن لم فعليه أن يحدد قرار مع التيارات الوطنية والقيادات الوطنية والشخصيات الوطنية من حزب المؤتمر التي أعلن استقالتها وانضمت للثورة، وهي الآن خارج مربع الصراع وخارج مربع اللعبة. طيب، هناك لدى يمتلك الرئيس هادي لأوراق، يعني لماذا يتراخى في استخدامها ضد تلك القيادات التي متهمة بانتهاكات كثيرة بارتكاب جرائم أثناء الثورة؟ وهذه فرصة. لو كان الرئيس هادي يستطيع حسم الصراع على رئاسة المؤتمر الشعبي العام لكان فعل. هو يدرك أن علي صالح لا يزال قويا وهو لا يزال هو المتحكم بحزب المؤتمر الشعبي العام، وهو يسير الآن لطريق إحكام القبضة مرة أخرى أو توثيق إحكام القبضة على حزب المؤتمر عبر اجتماع اللجنة الدائمة وانعقاد المؤتمر العام الثالث. في موضوع آخر عن البرلمان، لازال طبعا لازالت كتلة المؤتمر تستمر في اغتصاب البرلمان بقراراته، هل تتوقع عودة البرلمان إلى حظيرة التوافق؟ من الخطأ أننا نقول كتلة المؤتمر الشعبي العام، لأنها قيادة المؤتمر الشعبي العام معروفة أنها قد أصبحت تشكلت كتل أخرى. هناك كتلة الأحرار وكتلة العدالة والبناء وكتلة، بمعنى يعني أنها الآن هي كتلة البركاني وكتلة يحيى الراعي، هم الآن هي الكتلة التي
المحسوبة على صالح هي التي الآن تسعى إلى إعادة الأجواء، إعادة يعني الأجواء وإعادة الأوضاع إلى ما قبل الثورة الشعبية، إلى ما قبل 2011 حين كانت الأغلبية الكاسحة تتحكم بقرارات مجلس النواب وتقصي جميع الأطراف، الأطراف الأخرى والكتل الأخرى، بينما بقاؤه هنا مبني على التوافق ليس إلا. هو مبني على التوافق، لكن الآن أنا أعتقد أن الدول الراعية للمبادرة الخليجية لن تصمت طويلا في ضوء على استمرار هذا الوضع، وهو وضع مؤسف للغاية، وصل إلى حد التهديد بإحالة وزير في حكومة الوفاق إلى التحقيق، وكذلك مساءلة وزير الإعلام، المصادقة على قوانين تهم البلد. لا تستطيع كتلة يعني كتلة من عدد قليل أنها توافق عليه في مصير. نعم، فضلا عن أن هيئة الرئاسة مجلس النواب انتهت فترة صلاحيتها، ويفترض أن تتم هناك انتخابات جديدة وفقا لما تنص عليه المبادرة الخليجية، التي توجب أن يكون مجلس النواب قائم على التوافق، بناء على يعني قائم بالتوافق سواء على وبالتالي كان يفترض الخلاف القائم إلى الآن كان يفترض إحالته وفقا للمبادرة الخليجية إلى الرئيس هادي. وهذا يقودنا أو يذكرنا إلى أن مشروع قانون العدالة الانتقالية لا يزال في شيف يحيى الراعي رئاسة حزب المؤتمر، وتردد الرئيس هادي رغم أن الرئيس هادي سبق ووعد بسحبه، لكن نعتقد أن هناك ضغوط من صالح للإبقاء على مشروع القانون داخل البرلمان. الصحفي والزميل أحمد شبح رئيس تحرير صحيفة الأهلي، شكرا لوجودك في هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، بإمكانكم المشاركة في فقرة الصحافة الجديدة على صفحتنا في الفيسبوك حديث الصحافة، ومتابعة حلقات البرنامج على الصفحة ذاتها وعلى موقع القناة على الإنترنت سهيل.net، وعلى صفحات القناة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقاء حديث الصحافة لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.